نصف الشهر تلقوا فيه شتى أنواع التدريبات العلمية والعملية في ذات المجال، يتم تكريمهم اليوم وسط كافة المنتسبين والإدارات لتولي مهامهم المنوطة بهم كعناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية. المجموعة اللي اليوم تم تخريجها هي خضعت لدورة لمدة 45 يوم، دورة في المشاة والأسلحة، محاضرات في المواد الشرطية والقانونية، كيفية التعامل مع المواطن، كيفية التمركزات في الشوارع وتأمين المواطن والمواطن، وبإذن الله احنا ساعيين في تطوير مستوى الشرطي على أساس أنه بيكون له مردود على المواطن وعلى أمن المواطن ورقي بإدارة الأفعال الأنشطة المضادة للأفعال الجرمية التابعة لقوة عمليات الخاصة. تطبيقات علمية قاموا بها ميدانيا في التخصصات التي تلقوها طيلة أيام الدورة التنشيطية في مجابهة تفشي الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون ومكافحة الأنشطة المضادة والأعمال الإجرامية من أجل استتباب الأمن وفرض القانون. لأنواع التدريبات فنون قتالية، قتال شوارع والايكيدو وفنون جودو، يعني ما زال فيه تقنيات أخرى، تقنيات قتال روسي، في تقنيات تايلاندي، في تقنيات المونتاي. في انتظار أن تتولى هذه العناصر الأمنية كامل مهامها، يبقى الوطن في أمس الحاجة إليهم لكي ينعم المواطن البسيط بالعيش في حرية كاملة. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما، طرابلس.